هاي تاني مرة بنرجع من المطار يا جماعة. هديك الجمعة رجعنا وهي المرة كمان رجعنا. هديك المرة كان السبب PCR test. هلأ السبب مطلعين قانون بلبنان من يومين انه بدك تدفع $30 قبل ما توصل، قبل ما تطلع من المطار من بلد اللي طالع منه. بتفوت على الابليكيشن بدك تدفع، بتعبي كل هول اللي طالبينهم هني يعني PCR وما PCR والانفو وكذا، منعبيهم نتعذب وكذا وهيك، ومتحط اخر شيء بنوصل للدفع. بنحط اول فيزا ما بيمشي حالها، بنحط فيزا الانبياء ما بيمشي حالها، فيزا الرسل كلها ما بيمشي حالها، ما كانوا ياخذوا الفيزا. السيستم فيه مشكله بلبنان. طيب بيقولوا لنا في مكتب بالمطار بتروح بتدفعوا فيه، رحنا دفعنا فيه، بتدفع دبل يعني عادي 30 بصيروا 70. مهم بعد نطره يكون في صف طويل ليوصل دورك، بيوصل الدور بنروح ندفع، يعطونا الورقه، فرجيكم عليها، يعطونا الورقة، نوصل على تشيك ان، منلاقي تشيك ان مسكر، بيقولوا لي رجع على البيت، رجع على البيت. هيدي الورقة، هيدي الورقة، هي ورقة الشحادي اسمها، ورقة الشحادي بلبنان، بيشحد الدولة اللبنانية $30 من كل مسافر عشان يسكروا عجز الدولة اللي هو تريليون. من يسكرون من هيدي الشهادة $30. فبتوصل على تشيك ان، بتلاقي تشيك ان مسكر، بيقولك بدك ترجع حبيبي جوزتك التاني. وهيدا الورقة بيعملوا لك اياها على رقم الرحلة، على رقم الرحلة، يعني مش على رقم الباسبور او على اسمك، على رقم الرحلة. يعني إذا بتروح بتحجز تيكت تاني بعد ساعتين بدك تدفع نفس الدفع، عرفت علي ايه؟ أو تاني يوم بصير بدك تعمل PCR تيست، عشان PCR تيست بصير عمره 72 ساعة، 72 ساعة يضلوا يفختوا لك بمناخيرك PCR تيست، وتدفع $160 أو $150، وتجي تعمل الورقة بتكلفك $70، وبتدفع التيكت بكلفك أبصر مدري قد ايه دولار، وبترجع على البيت. حيطلعوا لك بفيلم تاني، حترجع على البيت، يعني حترجع على البيت. شو بتقول يعني؟ بتقول بالأرزة وباليرزة وبوزارة الدفاع وبالحكومة وبالنيابة وبالمشايخ وبالعالم وبالكرة الأرضية وبالعالم وبكل شيء. سلام.